اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد كل متابعينا متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان. الجبنه هي طبعا واحده من الاطعمه الرئيسيه اللي موجوده على المائده في كل بيوتنا. كتير مننا مفكرين ان الجبنه لونها بس ابيض او اصفر او غيرها من الالوان العاديه اللي احنا متعودين ناكلها، وما بنتضايقش من الوانها ولا من طعمها ولا من شكلها. لكن اللي كتير مننا ما يعرفوش ان الجبنه دلوقتي بقى فيه منها الاسود، زي ما انتم سامعين كده في اللون الاسود من الجبنه، ونزلت مصر مؤخرا وعملت طبعا ضجه كبيره على السوشيال ميديا وكل الناس كانت بتتكلم عنها. عشان نعرف اكتر عن الجبنه السوداء، مكوناتها، شكلها عامل ازاي، طعمها ايه، معانا الشيف رانيا النجار. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك واهلا بكل مشاهدين التلفزيون اليوم السابع. يعني الناس كلها بتتكلم عن الجبنه السوداء وبتسال عن مكوناتها، هل مكوناتها شبيهة بمكونات الجبن العادية اللي نعرفها ولا لا فيها اختلاف زي ما احنا شايفينها دلوقتي كده في الصورة؟ الجبنة السوداء فيها بعض الاختلاف، لكن الأساس بتاعها هي جبنة شيدر. يعني زي الفترة الأخيرة انتشرت أنواع كتير من الجبنة الشيدر اللي احنا كنا نعرفها زمان، طلع دلوقتي أنواع بالكمون وبالجمر ونوع مدخن كمان بالفلفل الحار أو بالفلفل الحلو. بالضبط هو ده أساس الجبنة السوداء، هي جبنة شيدر ولكن ليها بعض الإضافات. إيه هي الإضافات دي؟ اللي بيدي الطعم أكتر ليها هو اللومي، إحنا بنقول عليه في مصر لومي، اللي هو اللافود المجفف، وده طبعا بيكون متواجد عند أي عطار. وإيه اللي بيديلها اللون الأسود؟ يعني هي مش كفر، مش يعني مش الغطاء من بره أسود، لا هي كلها لونها أسود. لا لا، زمان كانوا بيقولوا مثلا على الجبنة الحمراء حمراء علشان الكفر بتاعها بيكون احمر، لكن الجبنه السوداء بتكون نفسها هي اسود، وده اللون ده هي بتاخده من حاجتين. اول حاجه حبر الاخطبوط، وده متعارف عليه جدا بره وبيستخدم في كتير من الوصفات. الحاجه الثانيه الفحم النشط، وطبعا الفحم النشط ده له فوائد كتير جدا، احنا حتى في مصر هنا بنستخدمه في بعض الادويه. يعني في دواء احنا عارفينه بالشام فحم، ده للمعده. كمان بنستخدم الفحم لتبييض الاسنان، يعني الفحم النشط ده حاجه مفيده. هو ده اللي بيدي لها اللون الاسود، مع طبعا الطعم بتاع اللومي او الليمون المجفف بيدي لها بقى طعم المزازه الحلو ده، فمن هنا جه اللون مع الطعم بتاعها. لكن هي مش مختلفه كتير عن الجبنه الشيدر، احنا زي ما احنا شفنا انواع كتير من الجبنه الشيدر وده نوع منها. طيب هل نقول ان احنا يعني نقدر نقول ان طعمها قريب ايه من اكتر نوع جبنه؟ يعني ايه اقرب حاجه ليها؟ ما هي في الاخر جبنه شيدر ولكن مززه علشان الليمون. يعني انت تخيل اي نوع جبنه ماشي تحط عليه ليمون هيكون مزز، فهي هو اكتسب بس طعم المزازه. طيب جات لنا منين بقى الجبنه السوداء دي؟ والله الجبن الغريبه دي بتكون منتشره اكتر في مثلا هولندا، سويسرا، يعني معروفين ان هم بصناعه الانواع كتيره من الجبن، لكن مش عندنا، مش من اساسها من عندنا يعني. لكن احنا طبعا هنا بنصنع انواع كتيره وغالبا هنصنع الجبنه السوداء قريب ان شاء الله. غاليه بقى على كده يا شيف رانيا؟ تعتبر نسبيا غاليه طبعا بالنسبه بقيه انواع الجبنه الشيدر. يعني اسعارها المتوسط قد ايه مثلا؟ لا هي حاليا مش بتتباع في يعني في كتير من السوبر ماركت، هي دلوقتي مكانها محدود مثلا، فعلشان كده سعرها بيكون غالي. طبعا بتتراوح من مكان للتاني. يعني هل في اي اقبال عليها، ناس بتشتريها ولا لا لسه الناس خايفه منها؟ اعتقد ان احنا شعب بيحب يجرب كتير، يعني احنا بنحب نجرب وبنجرب كل الانواع اللي بتنزل جديده، فاعتقد ان هي الفتره اللي جايه هيكون عليها اقبال علشان بس ايه نجرب ايه الترند اللي طالع جديد ده. وغالبا طبعا الاكل ده اذواق، ممكن يعجب حد ما يعجبش حد تاني. يعني طبعا طول الوقت بتطلع انواع جبنه غريبه ومختلفه، قولي لنا ايه كمان من اغرب الانواع اللي ما نعرفهاش والوانها؟ والله هما دلوقتي يعني الجبنه الشيدر فيها الوان كتيره، فيها اورنج، فيها اصفر، فيها احمر. يعني طبعا في الجبنه اللي هما بيقولوا عليها الزرقاء او اللي هي طبعا معروفه ان احنا بنقول عليها الريدفورد. فيعني في انواع كتيره، بس احنا عارفين انواع كتيره. هي الفتره الاخيره بس هي الجبنه السوداء دي طلعت قوي علشان في ناس يقول لك احنا ناقصين مرار، احنا ناقصين سواد، احنا مش عارفه ايه، فهم اخذوها. الشعب المصري يعني بيحب يفرح وبيحب يتبسط، بيحب الهزار، فهم اخذوها اكتر
كنوع من انواع الهزار. يعني انا هجربها فمش ممكن وهنشوف، تمشي في الترند. هنشوف طعمها عامل ازاي. بنشكرك شكرا جزيلا الشيف رانيا النجار على شكرا وجودك جدا، معانا. ميرسي جدا، شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا كمان لكل متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان على متابعتكم لينا في هذه التغطية، وبالتأكيد هنجرب ونشوف طعمها يكون عامل ازاي الجبنة السوداء. شكرا ليكم وإلى اللقاء.